اللي والله يعاني كل يوم شيء جديد. صباح النور، صباح القستاب، صباح النور، صباح كل شيء. ليش رايح صوتك؟ شوي مع البرد. مع البرد؟ انا شوي مع الحر، شوي مع الدفى. صباح النور نور، كيفك؟ كامل صباح النور. قلت لك كنافه معي. الكنافه الابلسيه؟ ايه. انت اللي جايب. ضل دائما جيب لك وهيك. دائما على الهواء فضايح. زين، صباح النور استاذ امين. صباح النور يا عايشه. الله يخليك يا عايشه، واحد مثلك يا عايشه. انت عايشك وانا عايشه وكلنا ان شاء الله نتعايش بال. يا اهلا وسهلا مشاهدينا، ابرز الهاشتاج للساعات الاخيره الماضيه. خلينا نبداها ب مصر، مثل ما انهت فعليا من الزميله العزيزه رويده كلامها عن راويه. انت اخذه عقولنا يا راويه والله العظيم. رويده انهت الموضوع. رويده اهلا وسهلا. انهت الموضوع بكلامها عن مصر. خلينا نتكلم كذلك عن السيسي وعن يعني احداث يناير، بالاضافه الى قضيه الانتخابات راح تكون باخر هاشتاج معنا. الهاشتاج الاول كان 25 يناير بما انه فعليا الكلام الكثير عن ذكرى الثوره المصريه، وفيديوز كان اكو كثير على السوشيال ميديا، صور كذلك كان بها اشياء تجدد الافكار القديمه للثورات وغير ذلك، اضافه الى فكره الهاشتاج الثاني كان رمسيس الثاني، وهو نقل تمثال رمسيس الثاني وكل التفاصيل اللي لها علاقه به نقل تمثال رمسيس الثاني، اضافه الى الفكره الاخيره اللي تكلمنا عنها ببدايه الحديث عن الهاشتاج وهو تحديدا فكره خالد علي بالتحديد. خلينا بعد اذنكم نشوف الصور اللي فعليا تناقلتها وسائل التواصل بالتحديد تويتر. اخترنا لكم هذه الصور الاكثر انتشارا من جسر الشهداء او جسر 6 اكتوبر، وكانت اكثر صوره متناقله فعليا بين الناس. يعني بس يعني لو نحطها للمشاهدين بشكل كامل لانها تستحق فعليا هذه الصوره. نكمل من بعد ذلك نشوف باقي الصور. الصورة الثانية طبعا كانت كذلك لنفس الفكرة، وكان انطلاق الغازات فيها، واتوقع هذه الصورة كانت يوم 25 او 26، وكانت اول عملية اهتموا بها الناس بعملية الانتقال او الدفع اللي صار لقوى الامن المصرية، وكانت هذه الصورة الاولى اللي ممكن ان تظهر لقوى الامن المصرية في هذه الحالة، يعني حالة التراجع او التقهقر. نكمل كذلك بعد اذنكم ونشوف التويتس. هذه الصورة اخذناها من التويتر من انجازات السيسي خلال عام 1998 مختفي قسريا، عدنا حوالي 50 امرأة 80 قاصر، والهاشتاج طبعا اللي تبع هذه الفكرة كانت حكاية وطن سجين. الهاشتاج ما أخذ ترند بالنسبة لي هذه الفكرة، ولكن الصورة أخذت ترند بالنسبة لي أحداث 25 يناير أو ذكرى 25 يناير أو حتى هاشتاج 25 يناير بشكل مطلق. نكمل كذلك. عاجل اعتقال رمسيس الثاني اثناء توجهه لتقديم اوراق الترشح للانتخابات الرئاسيه، والنيابه الفرعونيه تتحفظ عليه في المتحف الكبير. تخيل اهضم شعب ما طبيعي عن جد. لا هو مشكلته انه طبيعي، بس الحاله اللي عنده حاله مو طبيعيه. نكمل كذلك نشوف. هذا طبعا صوره رمسيس يعني هذا مقبوض عليه وعمليه النقل، تحس ان حجبوه الولد مسكين. قال هون هو مقبوض عليه. مقبوض عليه هون في عمليه القبض على رمسيس الثاني. لازم تعلي صوتك لانه ما اسمعك. نكمل كذلك نشوف الفكرة. هذه آخر صورة معنا بالنسبة لمصر. وزير الآثار يقول بأن 13.6 مليون جنيه تكلفة عملية نقل تمثال رمسيس الثاني، والشعب ميت من الجوع. هذا مو كلامي، هذا كلام التويتر والفيسبوك والسوشيال ميديا، عشان ما حدش يزعل. كلام يعني الناس معناها أكيد أحمد، يعني بصراحة ما فهمتش أنا معناها أنه ناس قاعدة تعيش في مشاكل اقتصادية كبيرة وعاملين معناها نقل لتمثال رمسيس الثاني، تقعد في الاخر فكره الناس تدولها. ولكن هذه حضاره، انت ايش فهمك بهالسوالف؟ هذه حضاره يا امين، حضاره حضاره بلح. انا مالي علاقه. نكمل نشوف الكويت. يلا نسوي مسلسل كويتي، كان الهاشتاج الاول بالنسبه للكويت، الهاشتاج الثاني كان منتدى نقاط، وخلينا نشوف الهاشتاج الاول والثاني التراتبيات اللي كانت فعليا عليه بالنسبه للتويتر. ما كان اكو يعني ابعاد كثيره بالنسبه للهاشتاج الاول، كان مجموعه كلمات انه انت يلا نسوي مسلسل كويتي، انا راح اكون كذا، انا راح اكون كذا، انا راح اكون كذا، فكانت الى حد ما هاشتاج فاني، يعني يدعو للضحك اكثر. الهاشتاج الثاني هو نقاط، كان الاساس به الثوره البشريه للاستثمار في الابداع لاجل التاثير الاجتماعي، وكان الكلام في داخل هذا النطاق. طبعا كان اكو رعاة كثر لهذا الموضوع، طبعا كانوا واضحين وظاهرين على تويتر وعلى فيسبوك. نكمل كذلك نشوف بالنسبه للنقاط. خلينا نقرا لكم. عبد الله الخنيني احد المشاركين: في الكويت نحتاج اعاده تاسيس اهميه مؤسسات المجتمع المدني. نكمل كذلك نشوف.
بالنسبة لنقاط دكتور خالد مهدي، معظم المبدعين بالعالم هم المتحررين فكريا عن محيطهم. وطبعا هذا بالنسبة للفكرة الأخيرة. لم يأحد المشاركات تقول إيش دعوة يا حافظ، لا عفوا هذا بالنسبة يلا نسوي مسلسل كويتي، الهاشتاج الثاني إيش دعوة يا حافظ، منهم سوي الهاشتاج هالحزة، يعني منهم فعليا اللي اختار هالهاشتاج لأنه وصل للترند العالمية لمدة حوالي 4 أو 5 ساعات. هذا بالنسبة للكويت. خلينا كذلك نكمل مع آخر هاشتاج كذلك بالنسبة للكويت. أنا المرحوم اللي عند الشركات، مثل العادة المسلسلات الكويتية دائما بها مرحوم عند شركات ودائما بها واحدة مظلومة ودائما بها، فيعني كان أكو تهكم على هذا الموضوع لكن بشكل أحمد يعني هي المظلومة وأنا اللي بش نسرق الورث. أنت أكيد هذا هو. خلينا نكمل نشوف بعد إذنكم المملكة الأردنية الهاشمية والهاشتاجز اللي بها. الهاشتاج الأول يعني تنوعت، بس هذا اللي أخذ ترند اللي هو سطو الوحدات. عملية سطو صارت في منطقة الوحدات أو في مخيم الوحدات، اهتموا الناس بهذه الفكرة وصار أكو سطو في كذا مكان، ف يعني الناس تفاعلوا مع الموضوع، حتى أن أكو قنوات إخبارية سوت تقارير عن كيفية تعاطف الأردنيين مع السارق نفسه، أن هل هناك تعاطف مع السارق، فكان أكو علامات استفهام لها علاقة بهذا الموضوع. والهاشتاج الثاني كان المنخفض الجوي بحكم البرد اللي أبدا مو موجود ابدا، انه جاي على الطريق ابدا ما كان اكو برد ابدا، على الموتوسايكل ايدك ما تجمد، لا ابدا لا تصدق الكلام. خلينا نشوف مشاهدينا التويتس اللي لها علاقه بالهاشتاجز. الاولى بالنسبه للاردن كانت المنخفض الجوي، عطله نهايه اسبوع سعيده لكم جميعا مع المنخفض الجوي. ترى هذا الاخ متبشر بالخير. نكمل ونشوف الصوره اللي كذلك اخذناها من تويتر البارحه، يعني هو مشروع رينبو، مشروع مو رينبو، يعني هو ان شاء الله يكون هو لما يكبر راح يصير رينبو ان شاء الله، او راح يصير يعني الوان مميزه. هذه الصوره اخذت في العاصفه الاخيره بالنسبه لعمان، وتساقط الثلوج كان يعني لطيف. نكمل كذلك بالنسبه لسطو، مثل ما تكلمنا سطو عمان، سطو الوحدات، سطو عبدون، هي عمليات اللي صار فيها عمليه سطو. في هذه المناسبه اتمنى من صاحب السطو المسلح الجديد أنه يكون ذو مهارة عالية ويحاول يسترجع هيبة السطو المسلح في الأردن، وخاصة بعد سطو عبدون اللي فضحنا قدام الخلايق وما عرف يسطو. هاشتاج سطو عبدون وهاشتاج سطو الوحدات. نكمل حتى نشوف الفكرة كذلك داخل سطو الوحدات. واحد كاتب فت على البنك هسه ولا في موظف على الباب، بقول فت على البنك هسه ولا في موظف على الباب، بيقول لي تفضل عزيزي سحب نقد ولا سطو مسلح، سحب نقدي ولا سطو مسلح. فصار فعليا اختيار او اوبشن، يعني الناس علقوا على هذا الموضوع بشكل لحد ما كبير. واضح الاستياء من فكرة الأمنية اللي لها علاقة بكثر حالات السطو، إضافة لأن اكو فيديوهات اتوقع ان الايام الجايه ان شاء الله رح نتكلم عنها لها علاقة بهذا الموضوع، فيديوهات بعد لحد لما طلعت على وسائل التواصل، لذلك ما عندي القدرة اطلعها اذا ما طلعت على وسائل التواصل، بس يعني وصلني شيء منها. نكمل بعدين، هذه اشياء خاصه يعني لكم. صباح النور اللي تابع صباح النور يشوف الفيديوهات. نكمل مع لبنان، والهاشتاج الاول كان لبنان بحاجه. لبنان بحاجه لشنو راويه؟ ما تفتح جروح، لا تفتح جروح. لبنان بحاجه الى بدها دين يمكن حتى لا تفتح جروح. كهرباء 24 على 24 والله هذا مو لازم يكون حق، مو مشكله. لبنان بحاجه الى التخلص من جميع الطاقم القديم السياسي على طول. صح. انسى، انا ما لي علاقه. صح. انا هذا اللي ما قلته هذا كلام قستاب، انا ما لي علاقه. اوكي، حتى بس تكون الامور واضحه. اذا نشوف الصور اللي لها علاقه بالهاشتاج الاول والثاني بالنسبه للانتخابات المقبله كذلك. لبنان بحاجه الى ريسيرش فاكتوري، يعني نجيب لبنان نسوي له اعاده ضبط مصنع، رجع يعني شلون التليفون والتابلت رجع شلون مثل ما كان، بس اللي فعليا ما يعرفون هذا المصطلح عباره عن شنو. نكمل، لبنان بحاجه لابديت، على بالك لبنان جهاز تليفون يعني مو كذلك. نكمل، لبنان بحاجة إلى معجزة ودوامة، حبيت الدوامة بوف زين. نكمل كذلك، نشوف لبنان بحاجة أنك توقف كره المختلف عنك وتبلش تفتح تفتش على الأشياء اللي بتجمعكم، حطوا إيدكم بإيد بعض، كلنا عم نعاني نفس المعاناة الاقتصادية، ما تعبتوا خلينا نغير. ترى حلو، هذه تعتبر سلوغن، ما تعبتوا خلينا نغير، يلا سوي لك حملة وهاشتاج ما تعبتوا خلينا نغير، ابتديها من المطبخ. هاشتاج جوعان، انت دائما هاشتاج جوعان. نكمل نشوف فعليا التفاصيل اللي عندنا اليوم. هذا الفيديو زين، هذا الفيديو طبعا مثل ما هو ظاهر امامكم اللي شايف علمكم شعيب راشد. شعيب راشد مشاهدينا، وبعد الغاء ابو ظبي لعرض صور شعيب لايف طبعا، وايقاف عرضه في السعوديه والبحرين بشكل شخصي، هو اللي طلب توقيف العرض، رافق هذا التوقف هاشتاجز وتخمينات عديده تحاول ان تجيب عن سؤال لماذا. لماذا أجاب شعيب والقائمين على البرنامج على هذا السؤال بفيلم أتوقع إن شاء الله بين اليوم وبكرة قد يصل إلى 1 مليون أو أكثر، يعني أكيد يعني بالنهاية راح يتعدى بحكم
القناة المنتشرة وإقبال الناس عليها، يصل إلى حوالي 1,000,000 مشاهدة. إلغاء العرض في مدن مثل السعودية وأبو ظبي، يعني مدن داخل السعودية وأبو ظبي والبحرين، ونجاح عرضي عمان وقطر، كانت الإجابة عليهم كل هذه الأسئلة ولماذا وليش صارت التفاصيل في فيلم وثائقي مدة نصف ساعة. شعيب والشباب اللي معاه اخترنا بداية هذا الفيلم، وأنصح حتى تكون الصورة واضحة للمهتمين أن يتابعوا الفكرة كاملة، لأن الأمر يعني طول حوالي 3 أو 4 شهور على مواقع التواصل، خصوصا من بعد أول عرض كان في عمان. خلينا نشوف بداية هذا الفيديو أو الفيلم الوثائقي ونرجع لكم. يلا نجيب العيد. يعني احنا بدك يمنتل هذا راح نتكلم عن كل شيء، او دول الخليج قاعد تعيش فرقه وانت جاي تسوي جوله تجمعهم كلهم. هذه القصه كامله، احنا تملطشنا. كنت وايد متخوف انا اروح قطر لان رزقتي هناك، انا صرت ضد السعوديه مع قطر. في زمن الاعلام الهابط يعني من الصعب انك تكون اعلام غير تابع لاي جهه. مو منطق. من الحين شرطة ما مداني ما مداني ابتلايد بسرعة يوه الجمس بسرعة وصل. إذا شو السالفة هذه فعليا؟ يعني هذا السؤال يجيب عن الفيلم مثل ما ذكرنا. هذا بالنسبة لي شعيب راشد. خلينا نكمل مع أنت قلت لي شلون كانت الرياضة معك ذاك اليوم؟ أكيدو أوه محليها كان. أنت تتوقع أنه إذا تعرضت نفس الموقف مرة ثانية ما رح تدافع، رح تستسلم حتى تتعلم؟ لا أكيد ليه، بالعكس ما أنا تعلمت المرة الثانية رح تدافع، يعني أنا كنت في مرحلة الهجوم، يعني كنت أنا الشر وهما الخير. أنت كنت مرحلة الهجوم؟ أي انا يعني يا ريت الفيديو موجود كنت عرضته. انت كنت رايح تريد تاكل ضربه اصلا، انت رايح ناوي توقع. مشاهدينا خلينا بعد اذنكم نشوف هذا الفيديو اللي يعني باختصار اتوقع ان الامير راح يهتم به. حركه واحده قد تكون كافيه للدفاع عن النفس. شانلز عديده على اليوتيوب، صفحات عديده على الفيسبوك تتكلم عن هذا الموضوع، الدفاع عن النفس بابعاد عديده، بدون سكين، بدون اشياء حاده، بدون اذى كبير للطرف المقابل، بس اللهم ان يعني ان تكف اذى الطرف المقابل. خلينا نشوف هذا التفصيل بهذا الفيديو ونرجع لكم. لا تضحك لا تضحك، سوف لن أرحمك أمام المشاهدين. لا هو أحلى حاجة أنه تبتسم في وجه العدو. والله والله حق حق ودج جرب والله جرب. خلينا شو بجرب أي شيء طيب جرب. ماما تسلم عليك بيقول لك أنا هي كثير تحبك وتتابعك. وأنا والله حتى أنا متسلم عليك. خلينا نشيل الساعة أهم شيء، بيعملوا مشاكل بيشيلوا الساعة. إي سارة قالت لي شيل الساعة، معناها هي مشكلتها كل الساعة سارة مع أنه رخيصة مش غالية. زين إيش رأيك أنا وأنت نقدم للمشاهدين الفكرة اللي راح نبدأ فعليا ندرجها على 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 برنامجنا ونهتم بهذا التفصيل. أكيد. بعد إذن غاوية طبعا. خلينا مشاهدينا بعد إذنكم أنا وأمين نقرأ لكم السؤال اللي طرحناه على التويتر واللي نريد إجابته منكم. هل شجعت توقعات الربيع العربي الشباب على التعبير بحرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذا فعليا كان السؤال. خلينا نشوف الصورة اللي لها علاقة بهذا الموضوع على تويتر. الإجابة طبعا نعم ولا، وعلى الفيسبوك أكو عندنا هذه الصورة نفس السؤال، والتواصل على الفيسبوك رح يكون واضح بالنسبة للإجابة بشكل سريع. الاستفتاء طبعا دائما رح يكون أكو عندنا بكل حلقة إن شاء الله استفتاء له علاقة بهذا الموضوع، سواء كان موضوع إنترنت كامل يعني له علاقة بالتواصل كامل بشكل كامل، أو حتى اي تفصيل اخر له علاقه باي شيء مطروح بالنسبه للموضوع. نحن مستنين اكيد انه الاجابات، ومستنين الاستفتاء، ومستنين انه يبعثوا لنا الصور والفيديوهات والتواصل معنا. وجرب لنا هذه الحل اشرب والله اشرب معي تحت الحاجات الحلوه. تواصلوا معنا مشاهدينا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. احمد شكرا لك على